السلام عليكم. الفيديو اللي اتكلمت فيه وقلت ما تسمحش لحد يتعب نفسيتك. في ناس بتقول تمام احنا عارفين الكلام ده بس مش قادرين ناخد الخطوة دي. عايزة اقول وده بيحصل معانا كلنا، يعني عايزة اقول ان ده سبب، ان السبب اللي هما بيخليهم يعملوا معانا كده او الناس تطفل علينا او تضايقنا، السبب ان هما شايفيننا مش واثقين في نفسنا، عارفين ان احنا بنتضايق ونسكت، عارفين ان احنا مش عارفين نحط حدود لحياتنا، عارفين ان احنا مش قادرين نرد عليهم او نخليهم يبعدوا عننا. لازم نبقى عندنا ثقة في نفسنا. خلي بالنا الثقة في النفس، لو احنا واثقين نفسنا شخصيتنا هتبقى قوية. في علاقة بينهم، ان انا ابقى واثق في نفسي ان انا شخصيتي قوية. طيب ازاي اخلي ثقتي في نفسي قوية؟ طبعا قبل اي شيء لازم ثقتنا في ربنا تبقى اقوى. لازم نبقى عارفين ان ربنا دايما جنبنا، ان ربنا دايما بنحمينا. عمرنا ما هنعرف نمشي خطوة في حياتنا من غير توفيق من ربنا. ثقتنا في ربنا عبادة، ومن روحك تبقى حاسس ان انا يا رب انا عارف ان انت جنبي، يا رب عارف ان انت معايا، يا رب انا مش هقصر معاك، خليك معايا. دي اهم خطوة في حياتنا عشان نقدر نستمر. لازم عشان ننجح في حياتنا، ننجح في علاقاتنا، لازم نبقى واثقين في ربنا. طبعا لما نكون واثقين في ربنا هنتحدى اي حاجة تقابلنا في حياتنا. يعني كلنا قيس بقى على كده مواقف كتير في حياتك. يعني ايه؟ مثلا هنبتدي من تحت شوية قبل ما نكبر ويبقى عندنا مسؤوليات وحياة ومشاكل والحاجات دي. لو انت مثلا في الثانوية العامة كنت يقولوا ايه ده انت مش نافع، ايه ده انت مش هتمشي، ايه ده انت مش عارف ايه، انت اول حاجة بيجي في دماغك ان انت هتعملها لا انا لازم انجح ولازم اتحدى نفسي. حتى لو انت مش في بالك، بس مجرد كلام اللي حواليك نفسك، يعني من نفسك قلت لا 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 انا مش لازم ادي حد الفرصة دي، هتحدى نفسي. في سباق مثلا، لا انت مش هتعرف تعدي السباق ده، انت مين يا عم، انت داخل مع ناس مش عارف ايه، لا انا هوريكم انا مين. التحدي دي النقطة التانية. النقطة التانية دي طول ما انت بتتحدى نفسك في امور كتير في حياتك ممكن اللي حواليك شايفينها صعبة، حتى لو انت نفسك شايفها صعبة وعملتها هتلاقي نفسك بقيت واثق في نفسك. ايه ده انا بقيت قادر اعمل حاجات كتير، ايه ده انا بقيت قادر اخد خطوة في حياتي. نفسيتك هتتغير، هتحس ان انت في مواقف كتير ايه ده لا ده انا بقيت خلاص بقى انا بقيت فاهم المواقف دي، يعني ايه المواقف دي انا اقدر افكر فيها واقدر اعملها واقدر اخد قرارات كتير انا ما كنتش عامل لها حساب. تمام انا عندي روح التحدي، لا بس برضو حاسس بسنة خوف. ايه الخوف؟ حط تحتها 100 خط. انا خايف ليه؟ ايه اللي انا خايف اعمله؟ يعني خايف من الفشل، خايف من الناس، خايف حد يأذيني، خايف حد يهني، خايف افشل وانكسف قدام نفسي قدام كل الناس. ما احنا قلنا لو احنا عندنا روح التحدي مش هنسمح لنفسنا ان احنا نقع على الارض، مش هنسمح لنفسنا ان احنا ننهزم. طول ما انت واثق في ربنا وبتقول يا رب، طول ما انت جواك تتحدى كل موقف قدامك مش هتخاف. لازم تكسر حاجز الخوف. الحاجة اللي انت بتخاف منها اعملها، الحاجة اللي انت خايف تقرب لها قرب لها، قرب لها ما تخافش. يعني انت بتقول ده كلام وخلاص، جرب جرب كل حاجة بالتجربة. ولازم تبقى عارف ان مفيش حد بايده يأذيك او يضرك او ينفعك الا اذا ربنا كان كاتبها لك. محدش بياخد رزق حد، محدش يقدر يعمل حاجة في حد، احنا اللي بنسمح للظروف اللي حوالينا والكلام اللي حوالينا انه يأثر علينا. خايف تبقى لوحدك؟ ما احنا في الدنيا لوحدنا. سيدنا آدم كان لوحده، الرسل والأنبياء رسالتهم جات لهم لوحدهم،
احنا اتولدنا لوحدنا وهنموت وهندفن لوحدنا، كل واحد لوحده، ايه اللي هيخوفنا؟ مش نهاية الدنيا، كل الناس كده، كل الناس كده. افتكر دايما ان ربنا معاك، وخد الخطوة، خد الخطوة واعمل بالاسباب. لو مش قادر تبعد عن الناس اللي بتحبطك، او مش قادر تبعد عن الناس اللي بتأذيك، مش قادر تبعد عن الحاجة اللي بتضايقك في حياتك، ما تسمعش لها، اقفل ودنك، ما تفكرش فيها، ده لو انت مش قادر. بس الخطوة دي لازم تعملها. ليه؟ لو انت كسرت حاجز الخوف من اول من اول خطوة، هتلاقي نفسك انت سهل، مش حاجة تقف قدامك. ايه ده، كل حاجة سهلة؟ ايه، مفيش حاجة هتقف قدامك. لو انت عديت اول سلمة، انا هقدر اطلع السلم لوحدي، خلاص خلاص انا خدت اول قرار. ايه ده، وايه اللي حصل؟ جمدت قلبي، انا كنت خايف بس خدته. وبعدين لا، ده انا هقدر اكمل. طب وبعدين احنا بنعمل ليه كل ده؟ عشان انت لازم يبقى عندك اولويات في حياتك، لازم يبقى فيه هدف تدافع عنه، مش تبقى انت عايش كده وخلاص، اللي يوديك بكلمة واللي يجيبك بكلمة وقاعد مكانك ما بتتحركش، لا بتطلع ولا بتنزل. لازم يبقى عندك هدف واولويات. لو انت حطيت حاجة قدامك في دماغك هتعملها، هتسعى لها، هتقوم ليل ونهار، اقل حاجة بتفكر فيها متضايق عشانها. انا ليه ابقى واثق، عايزه ابقى واثق في نفسي وابقى حد كويس وعنده طموح؟ ليه؟ عشان اعيش عيشه كويسه وما اسمحش حد يضايقني مثلا، اعيش نفسيتي تبقى مرتاحه، علاقاتي تبقى كويسه. عندك هدف، عايزه ابقى احسن، تمام. كل واحد بقى يقيس عليه ايه اللي في حياته عايز يبقى يعمله، هيرتاح ودماغه هترتاح ونفسيته هترتاح. خلاص انا حطيت هدف، خلاص اتوكلت على الله، توكلت على الله. لازم احب نفسي، لازم اغير نفسي للاحسن. طب احنا محدش شايف نفسه وحش، تمام، حب نفسك زي ما هي. لو انت حبيت نفسك كويس هتقدرها، هتعرف ايه اللي فيك تقدر تكبره، والايه اللي فيك تقدر تمحيه، ايه اللي فيك حلو تقدر تنميه جواك، وايه الوحش اللي تقدر تسيطر عليه تتحكم فيه. حب نفسك من غير أنانية. أنا بحب نفسي وعايزة أشوف نفسي كويس، أنا مش عايزة أبقى مهزوز، مش عايزة أبقى خسران، تمام. عايزة أحب نفسي، لازم أبقى واثق في نفسي، لازم أحس إن أنا أقدر أعمل كل حاجة، أنا مش أقل من حد، محدش أحسن مني، والحاجة اللي أنا عايزة أعملها هعملها طالما صح، طالما مش عيب، طالما ما بأذيش حد، ما مش حرام، اعملها. ليه مستني؟ خلي حبك لنفسك يبان على اللي حواليك. يعني انا مش بحب نفسي وهعمل اللي انا عايزه عشان اذي اللي حواليا، لا، عشان تساعدهم، عشان تساعدهم يغيروا من نفسهم، تساعدهم ان هم يشوفوك طموح وعملت حاجة لنفسك فيراجعوا حساباتهم. هتلاقي الناس اللي بتحاربك واللي بتضايقك واللي بتحبطك كانت في الأول بتدوس عليك، مش عاملة لك حساب، هترجع لك، هتقرب لك، خلاص عرفت ان انت فاهمهم، كلامهم ملكش ملهمش لازمة عندك، انت راجل ماشي في طريقك، لحد هيوديك شمال ولا يمين، انت واحدة واثقة في نفسك، عارفة انت بتعملي ايه، مش همك حد. ساعة ما هيقربوا منك انت بقى تقدر تحط حدودك وشروطك وتبقى عارف ازاي هتتعامل معاهم. انت اصلا مش هتبقى فاضي ان انت تبص حواليك، او انت ده ايه التفاهات دي، لا انا خلاص انا عندي هدف وبعمله، انا بقيت واثق في نفسي، بقيت فاهم اللي حواليا، بعدي بمزاجي وبرد بمزاجي، خلاص عملت حدود، ارتحت نفسيا وفي علاقاتي، وحافظت
على كل شكل حاجة أنا بعملها. أول حاجة هتعرف تعملها لما تثق في نفسك، هتقول لأ للحاجة أو للشخص اللي عايز تقوله لأ خلاص. هتلاقي نفسك مفيش حاجة موقفاك، خلاص مش هسمح ان انا نفسيتي تتعب تاني، مش هسمح ان انا هقف في مكاني، انا خلاص ربنا معايا وكسرت خوفي وخدت اول خطوة، همشي كده ان شاء الله، مفيش حاجة توقفني. جرب جرب، مفيش حاجة، او جربي، مفيش حاجة بتيجي مرة واحدة، جرب. ابتدي بنفسك، حب نفسك، قدر نفسك، ما تقلقش من اي حاجة، سيبها على الله، ربنا يريح بالنا جميعا، وربنا يعيننا ويقوينا ويوفقنا لما يحب ويرضى. السلام عليكم.